إن السبب الذي دفعني إلى المشاركة في أعمال حفظ السلام هو نشأتي في منطقة تضررت جراء الصراعات في جنوب الفلبين. رأيت الناس وهم ينزحون، لقد فقد بعضهم أرواحهم وفقد بعضهم موارد رزقهم. لقد انضممت إلى برنامج بناء السلام الدولي عندما كنت متطوعاً بالأمم المتحدة في تيمور الشرقية. إن الشراكة مهمة في كل عمليات بناء السلام، فهي تؤثر بصورة أكبر على المجتمع، خاصة إذا كانت هذه الشراكة نابعة من صميم المجتمع ذاته. المفهوم الرئيسي هو أن نقدم حلولاً أفريقية للمشاكل الأفريقية، فالفكرة الأساسية الكامنة في هذا الشعار هي الأحقية. نحن ندرك في الوقت ذاته أنه من الصعب علينا القيام بمثل هذه المجهودات بمفردنا، ولذلك فإن دعم الحكومات مثل حكومة اليابان مهم للغاية بالنسبة لنا. نحن نرسل الآن المزيد والمزيد من البعثات الأكثر تعقيداً إلى بيئات مليئة بالتحديات. كل ما نحتاجه هنا هو الطرق ومهابط الطائرات. تحتاج عملية حفظ السلام حتى تبقى قائمة بطبيعة الحال إلى معسكرات يمكن العيش فيها وطرق يمكن السير عليها ومهابط صالحة للطائرات ومنصات للمروحيات تتيح إمكانية استخدامها. حتى عام 2017 قمنا بتدريب نحو 200 شخص. تعلمت أشياء كثيرة من المدربين اليابانيين. أنا في غاية السعادة للمشاركة في هذه الدورة. لقد مهدت المساهمة اليابانية الطريق أمام تحقيق مثل هذا المشروع الرائد الذي من شأنه أن يجمع الدول التي تمتلك القدرات مع الدول التي تحتاج إلى هذه القدرات لتدعم سوياً حفظ السلام.